القدس الاله الواحد امين. لو سالتكم الانجيل ده نقدر نسميه انجيل ايه؟ ها؟ انجيل ايه؟ ارساليه، بالظبط كده، لان هو الانجيل اللي بيكلمنا عن ال 12 تلميذ وايه اللي السيد المسيح وصاهم بيه لما كان بعتهم في الارساليه بتاعتهم. لكن الحقيقه اللي لفت نظري النهارده هو المزمور اللي احنا قريناه دلوقتي في القداس. والحقيقه المزمور ده خلاني نحس كده كان داود النبي كان عايش او موجود او شايف من بعيد بروح النبوه تجسد السيد المسيح. يقول يا جماعه السماوات تذيع مجد الله. لو انا خدت الكلمه ديت وطبقتها على التجسد نقول يا جماعه السماوات تذيع مجد الله، يعني قصده كل الخليقه اللي موجوده في السماء بتذيع مجد الله. عشان كده ساعة الميلاد الملائكة كلها نزلت عشان تقول ايه؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. والملائكة بدأوا ينتشروا في كل مكان، وعشان كده بدوا يذيعوا مجد الله لمين يا جماعة؟ مين فاكر؟ الرعاة. راحوا للرعاة وقالوا لهم يا جماعة احنا عايزين نقول لكم ان اتولد ليكم النهاردة مخلص هو المسيح الرب. فيعني تذيعوا مجد الله هنا سواء بالتسبيح للمولود سواء بالكرازة او الشهادة أو توصيل خبر التجسد لناس زي الرعاة أو غيرهم. بعد كده يقول الفلك يخبر بعمل يديه. مين يقول لي الحتة ديت إيه علاقتها بالتجسد؟ ها؟ بتقول إيه؟ النجم بتاع المجوس ده عبارة عن جه كده طلع وخلى المجوس يجوا من مسافات بعيدة جدا علشان يسجدوا للسيد المسيح. فلما يقول فلك يخبر بعمل يديه ممكن نطبقها على ايه يا جماعة؟ على ظهور النجم للمجوس اللي اقتادهم للمكان للسيد المسيح كان مولود فيه. بعد كده يقول في كل الأرض خرجت أقوالهم وإلى أقطار مسكونة بلغت تعاليمه، سواء على مستوى السماء سواء على مستوى النجوم. فيبقى في الآخر وصل الكلام بتاعهم في كل الأرض وإلى أقطار مسكونة بلغت تعاليمهم، يعني بيني وبينكم في ساعة التجسد اليهود يعرفهم والأمم يعرفهم بميلاد السيد المسيح. يبقى هنا إيه يا جماعة؟ كل الموضوع الخاص بالتجسد والخلاص بدأ يطلع بإيه؟ يعني يطلع في كل الأرض وفي أقطار المسكونة، يعني على مستوى اليهود أو مستوى الأمم الاثنين وصلهم الكرازة أو البشارة المفرحة بالخلاص. بعد كده يتكلم حتة تانية خاصة بالتلاميذ، يقول في كل الأرض خرجت أقوالهم وإلى أقطار المسكونة بلغت تعاليمهم. طبعا
المزمور ده في جانب النبوة شوية يا جماعة، لأن ساعة التجسد ومع بداية خدمة السيد المسيح قال للتلاميذ إيه؟ قال لهم لا تروحوا في سكة أمم ولا في طريق السامريين. أمال نروح لفين يا ربي؟ قال لهم إلى خراف بيت إسرائيل الإيه؟ الضالة. هم دول اللي انتوا تروحوا لهم. علشان كده رغم ان الكلام عن التجسد وعن الخلاص وصل لناس كتيرة خالص، لكن لما طلع التلاميذ خرجت اقوالهم الى اقطار مسكونة، بلغت تعاليمهم، فكانت النتيجة ان هم بدأوا يكرزوا للخليقة كلها. يبقى احنا النهاردة لما نقف قدام المزمور ده هوت نقول السماوات تذيع مجد الله، سواء بتسبيح الملائكة لما السيد المسيح اتولد أو سواء بكرازة الملائكة للرعاة. بعد كده الفلك يقوم بعمل يديه، ده النجم اللي ظهر للمجوس واللي اقتادهم إلى إيه؟ إلى مكان ميلاد السيد المسيح. وبعد كده قال في كل الأرض خرجت أقوالهم والأقطار المسكونة بلغت تعليمهم. الكلام ده ممكن نطبقه على المجوس، لأن طبعا لما المجوس عرفوا عن ميلاد السيد المسيح في كل الأرض خرجت أقوالهم والأقطار المسكونة بلغت إيه؟ بلغت تعليمهم. ومن جانب تاني فدي نبوة برضه عن عمل الكرازة اللي التلاميذ هيقوموا بيه. وخدوا بالكم ان لما يتكلم عن كراسة التلاميذ يقول في كل ارض خرجت اقوالهم والاقطار المسكونه بلغت تعليمهم، يعني اللي كان في قلب السيد المسيح انه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، والتلاميذ طالعين بنفس الايه؟ بنفس الاشتياق وبنفس القلب. عشان كده وصلوا أقوالهم خرجت في كل الأرض، وفي نفس الوقت راحوا الأقطار المسكونة عشان يقدموا التعليم بتاعتهم عن الخلاص، عشان يضمنوا إن العالم كله يجي ويتمتع بخلاص السيد المسيح. يعني بيني وبينكم لو إحنا في مصر ما كانش جالنا ماري مرقص الرسول كان زماننا إيه؟ لسه بنعبد اوثان. يعني كان زمان كل واحد فيكم ايه؟ شايل الوثن كده في جيبه. فكان زمان كل واحد شايل وثن واثنين وثلاثه في جيبه. فلما نيجي احنا نبص علينا نقول لولا ان ماري مرقص جه للارض بتاعتنا وبلغت التعليم بتاعته في ارضنا اللي هي مصر، ما كانش ممكن ابدا ان المسيحيه توصل لنا ولا نعرف طريق الخلاص. عشان كده احبائي هذا المزمور ده يعني ملخص بطريقه جميله، بيتكلم عن التجسد وعن ازاي لما السيد المسيح اتولد يعني وصل الخبر في كل مكان وبدأت السماوات تتحرك والفلك يتحرك والأرض تتحرك، كله بيتحرك علشان إيه؟ عشان ميلاد السيد المسيح. ومن جانب تاني لما نبص على التلاميذ نلاقي إن هم حسب وصية المسيح ليهم طلعوا عشان يكرزوا بالخلاص للمسكونة كلها. عشان كده يا احبائي واحنا بنعيش اليومين دول كده وبنقرب من نهايه السنه، الواحد يسال نفسه هل انا اشتركت مع السماء في تمجيد ربنا؟ هل انا اشتركت مع الفلك في اننا نخبر بعمل ربنا في حياتي وفي كل حاجه في حواليا؟ هل انا ما
بنتكلم في الأرض عن المسيح وعن خلاصه، هل أنا كلامي عن المسيح والتعاليم بتاعته بتوصل لغاية فين؟ عشان كده أحبائي مش عايزين المزمور ده يبقى خاص بفترة معينة، لكن عايزينه يبقى شغال على طول وماشي على طول، عشان يبقى عمل الخلاص ممتد ومنتشر وما بيقفش أبدا عند حد معين، لكن كل الأرض والأقطار المسكونة كلها يوصلها كلمة ربنا ويوصلها الدعوة للخلاص ويوصلها باب السماء المفتوح وأحضان ربنا المفتوحة لينا، عشان نرجع كلنا ونقول يا ربي أخطأت في السماء قدامك، يا ربي أنا عايز نسلمها تحت رجليك عشان نسمع منك الكلمة الحلوة، يا ابني مغفورة لي خطاياك. ربنا يدينا نعمة وبركة ونعيش الأيام المقدسة دي ونبقى مشغولين بتجسد المسيح وخلاصه وميلاده ومحبته وعمله من أجل أن احنا يدخلنا السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.